بين الفريقين هنا ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري نجوم قطر للموسم 2014-2015. العد التنازلي بدأ، الشمال يبحث عن أول نقاط ثلاث له، عن أول فوز له في دوري نجوم قطر. قادم من تعادل أمام السد كما ذكرت بهدفين لهدفين، بينما الإقليطيات قادم بتعادل إيجابي مع الجيش بهدف لهدف. تحياتي معلق ممكن يعقد من مأموريتي. يا سلام على الكرة الماضية، الله على لمسة عبد العزيز، الله على كرة الأنصاري وعلى ردة الفعل من جانب شهاب صلاح الدين الذي يبقي الأمل للشمال، يبقي الأمل بالنسبة للشمال من أجل العودة من خلال هذا اللقاء. شوف تسديدة عبد العزيز الأنصاري ولاحظ ردة الفعل بالنسبة لشهاب صلاح الدين الذي استقبل وجود خطأ. الكرة تصل سهلة عند شهاب صلاح الدين. إيهاب سر مختار ينطلق في منتصف الملعب، وصلت إلى ماهر حداد، ماهر يبحث عن لاعب متقدم، وصلت الآن. أوهو جول جول، ليس بعد، ما زال في عمر هذا اللقاء بقية، ما زال في عمر هذه المواجهة إثارة ومتعة. علي مجبل، اللمسة الأولى ما كانت إيجابية، اللمسة الثانية كانت رائعة في الشباك، في شباك خليفة أبو بكر يتقلب لهذا اللقاء. ستعود الروح، ستعود الروح، معها ستعود المتعة. كرة للأمام، محاولة لمصلحة الشمال الآن، كرة بتلعب. إيهاب سر مختار، مباراة قابلة لكل الاحتمالات، كرة بتتطول، ما فيها راية، فيها خطورة. هنا سعيد أبو طاهر يتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة أمامية عند محمد ياسر، محمد يتقدم يلعب كرة على الناحية اليمنى ناحية المهدي، لكن تغطية من أمامه تصل من جديد إلى المهدي محمد على طول. التغطية موجودة من جانب إبراهيم الشليح، تعود الكرة مرتدة سريعة، ماهر حداد خطيرة جدا لمصلحة الشمال، المرتدة والخطورة والمهارة معها حاضرة ناحية الكوري، الكوري يتقدم، استلمها بشكل ممتاز، لعب عرضية خطرة. يا الله، محمد عبد الرب الماضية الأخطر حتى الآن في شوط المباراة الثاني. عبد العزيز الأنصاري الأفضل من بين كل اللاعبين. يا الله، يا سلام على عبد العزيز الأنصاري، هو الأفضل، هو الأروع، هو الأنشط. شوف التسديدة بالقدم اليمنى قوية، ولاحظ شهاب صلاح الدين وكيف وأنه أنقذ هدفا مؤكدا في اللقطة الماضية. يا الله يا عبد العزيز، شوف تسديدة الأنصاري، شوف ردة الفعل، شوف اللقطات الجميلة اللي نشاهدها من جانب اللاعبين، من جانب حراس المرمى. مباراة رائعة، الأهلي بهدفين مقابل هدف. السلية هناك متقدم بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي السلية ممكن يرفع رصيده من 14 نقطة إلى 17، وهو نفس رصيد نادي الخور في المركز الثامن. الأهلي حتى الآن يفوت فرصة الوصول إلى المربع، هنا تسديدة من ماموني داغانو إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة قوية جدا، ماموني داغانو بالقدم اليسرى لكنها تعتلي العارضة، مرت وتحولت إلى ضربة مرمى. محاولة ماموني داغانو على أقل تقدير ولو نقطة في ظل هذه الظروف. مرور ممتاز، فرصة خطيرة، فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة جول، جول، هدف تقليص الفارق لمصلحة الشمال. ماهر حداد مهارة رائعة جدا كانت من جانب اللاعب. شوف 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 اللمسة، يا عيني يا عيني يا عيني على المرور، يا عيني على
اللاعب شوف 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 اللمسة يا عيني يا عيني يا عيني على المرور يا عيني على اللاعب شوف 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 اللمسة يا عيني يا عيني يا عيني على المرور يا عيني على اللمسة رائعة جدا علي مجبل هو من سجل لكن شوف لمسة ماهر حداد شوف مهارة اللعيب شوف مهارة الرائع شوف مهارة اللاعب الممتع لاحظ كرة ولمسة بعد ذلك لا تجد مكانا لها سوى الشباك هل يفيد مقابل 3 لمصلحة الإخريطيات طلال علي كرة لداخل منطقة الجزاء محاولة يخرج خليفة أبو بكر في اللقطة الماضية والمحاولة باتجاه المرمى يا الله شوف اللقطة شوف الكرة يا على الهدف هدفهم الأول يسعدهم سعيد بوطاهر يسجل الكرة في المرمى الكرة تعني التعديل مقطوع الكرة من أمامه وصلت الآن ناحية عبد العزيز يا الله يا عبد العزيز 90 دقيقة وعبد العزيز هو عبد العزيز الأنصاري هو الأنصاري لكن الكرة مقطوعة من أمامه كرة باتجاه داغانو يا الله يا الله يا الله ضاعت مرت عدت ذهبت مش معقول على مباراة غريبة داغانو يلعبها أمامية داغانو حولها باتجاه بوطاهر والكرة اصطدت الهدف الرابع ضاع الشمال حالة فوز له على مستوى بطولة الدوري مباراة أصبحت مفتوحة الشمال أكون أو لا أكون الشمال قد يكون الشمال وماهر الشمال وماهر وماهر حداد ماهر حداد لعب كرة أمامية لكن مقطوعة هل تضيع المباراة على الشمال فلاحي تعلن عن نهاية مباراة المتعة مباراة الإثارة المباراة الجميلة الشمال نعم لا يفوز حتى الآن بعد مرور 14 جولة لكنه يعود من بعيد ويسجل هدف التعادل 3-3 نقطة مضافة للشمال إلى 6 نقاط يبقى في المركز الأخير نقطة مضافة بالنسبة لنادي الإخريطيات وبالتالي يصل إلى النقطة رقم 13-11 ألتقيكم إن شاء الله في مباراة أخرى قادمة تقبلوا تحياتي كنت معكم واسطا ومعلقا